السلام عليكم. مش عارفة ليه دايما بيقولوا إن أول سنة في الجواز هي أصعب سنة. هي فعلا أصعب سنة، بس مش صعب قوي للبنت لما تكون عارفة بالظبط واجباتها اللي المفروض تكون موجودة في أول سنة. يمكن كل البنات بيبقوا متدلعين قوي في بيت بابا وماما، ممكن بنات ما يكونوش دخلوا المطبخ خالص، طبعا حضرتك بتاكلي وتقومي وماما اللي تشيل، بترجعي تلاقي الاكل موجود وجاهز، ما فيش حاجه اسمها مواعين في حياتك لان ماما هي اللي بتغسل، حتى لما ماما بتسالك تحبوا تاكلوا ايه، اي حاجه واي حاجه، لو عملت اي حاجه لو مش على مزاجك صوت حضرتك بيعلى جدا بيجيب لاخر الشارع. لكن لما بتتجوزي فانت مسؤوله عن بيت ومسؤوله عن زوج محتاج ياكل، وهو لما اتجوز كان في خياله انه مراته هتاكله زي ما مامته كانت بتاكله. امبارح احنا عملنا كبده اسكندراني وعملناها في 5 دقائق وما خدتش مننا وقت خالص. فالنهارده فكرت بقى ايه؟ الفتره الجايه هنحاول نقول للبنات ان المطبخ مش مساله صعبه خالص، وان ممكن بحاجات بسيطه قوي تقدري تعملي وجبه في 10 دقائق ربع ساعه. وما تزعليش ان انت مثلا يكون في اكله صعبه جوزك نفسه ياكلها وانت مش عارفه تعمليها. النت دلوقتي بقى مسهل كل حاجه، والمساله بقت هتدوسي على زرار هتعرفي الاكله مكوناتها ايه وبتتعمل ازاي. بس كمان في مشاكل تانية برضو بتقابلنا في سنة أولى جواز هنتكلم عليها بقى. وإحنا بنعمل إيه؟ النهاردة هنعمل سجق. تعالوا معايا. أصحابنا محضرين لي كل المكونات بس نسيوا يولعوا البوتاجاز. يا رب يكون هي دي العين اللي بتتولع، هنكتشف. غالبا ممكن تكون هي. النهارده الفقره دي بتاعه حضراتكم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انتوا الضيوف عندنا. فاي حد حابب يتصل بينا نتكلم في اي حاجه. بنوته لسه متجوزه عندها يعني حاجه مضايقاها في اول سنه جواز، عايزه تفضفض، عايزه تسمع نصيحه. يعني انا مش بحب انصح قوي بس من واقع خبرتي، لان انا عندي بنات قدكم، عندي بنت يعني مريومة اتجوزت بقالها سنة والحمد لله السنة الأولى عدت بسلام، عيد جوازها المفروض الشهر ده، وابني اتجوز برضه والحمد لله عدت أول سنة بسلام وبقاله سنة وشهرين متجوز هو ومنوشة. ف ممكن تبقى في حاجة مقابلاكي عايزة تاخدي نصيحة فيها فممكن تكلمينا. هي دي العين طلعت مظبوطة يا جماعة. هنعمل النهاردة سجق بمكونات بسيطة جدا. عندنا سجق وعندنا بصل وعندنا طماطم وعندنا فلفل رومي وممكن فلفل حراق، والحقيقة لازم فلفل حراق، لكن اللي مش بيحب ياكل حاجة مشطشطة يعني براحته، بس أنصح إنه يحاول يعود بقه لأن السجق مع الفلفل المشطشط حاجة تانية جدا. هم هنا نسيوا؟ لا ما نسيوش. إحنا الأول بنحط الحلة بتاعتنا. معانا نجمة، هي قابلتها قريب صاحبتي جدا، قلت لها انت كنت بتمثلي في رمضان تمثيل من النوع الهاند ميد، مش تمثيل عادي، تمثيل كده حاجة قبها. نجمة كبيرة والحقيقة عملت دوي في رمضان اللي فات، الأستاذة الجميلة العظيمة صاحبتي وحبيبتي سلوى عثمان. يا سلوى، ازيك يا نشوى؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني من اول امبارح. من اول امبارح وحشتيني يا حبيبتي قوي. وانت كمان يا حبيبتي، وانت كنت منورانا جدا. الله يخليكي. منورانا. الله يخليكي. وانا سعيده قوي قوي ان احنا هنبقى مع بعض. وانا والله متشرفه يا سلوى والله العظيم جدا، وفرحانه ان انا معاكي. حبيبتي انا فرحانه اكتر، وبعدين مبروك على البرنامج. الله يبارك فيكي. برنامج ناجح. الله يبارك فيكي. جميل يا حبيبتي. بخفه دمك طبعا، وخفه دمك. الله يسعد قلبك. الله يسعد قلبك يا سلوى. احنا بنتكلم يا سلوى النهارده عن سنه اولى جواز. تنصحي بناتنا الجيل ده بالذات جيل فيه مشكله عنده، وللاسف نسب الطلاق
زياده جدا. تقوليلي ايه لبناتنا كده اللي من سن بناتنا، تقولي لهم نصيحتك ايه لكل بنت لسه متجوزه، وازاي تحافظ على بيتها وعلى جوزها، وفكره الدلع اللي كان في بيت ماما وبابا ده خلص. فقولي انت بقى، قولي لهم ايه الحكايه. بصي يا حبيبه قلبي، طبعا اول سنه جواز بيحصل فيها مهما كانوا بيحبوا بعض بقالهم سنين او مخطوبين بقالهم سنين، الجواز بقى والقعده في البيت هما الاثنين قدام بعض بتبان شويه حاجات ما كانتش باينه وهما لسه مخطوبين او هما لسه مش جامعهم بيت واحد. ايوه. فلما تبان الحاجات دي او الاختلافات دي، طبعا اكيد يعني اكيد بنستحمل الاختلافات البسيطه مش الجوهريه. ايوه. فنستنى على بعض شويه، لانه كل يوم والتانية يعني ايه هتقربي اكتر وهتعرفي ايه الـ ايه العيوب ايه المميزات، وبتقيسيها بقى المميزات اكتر من العيوب ولا العيوب اكتر، وبعدين في عيوب انت هتقدري تستحمليها او تعديها، او مثلا يعني بيبقى في بقى خبره بالجواز بعد شويه يعني، وبتتطوروا مع بعض في العلاقه، لكن مش من اول سنه هتحكمي عليه او هو يحكم عليكي. ايوه. ما تقدروش تحكموا على بعض من اول سنه. يعني ما هو بصي سالو برضو، فكره اول سنه دي ما هو يعني المساله بقت شويه مفتوحه اكتر، وما بقتش اول سنه جواز يعني بيبقوا مخطوبين فتره طويله، وقبل الخطوبه ممكن يبقوا عارفين بعض مثلا من ايام الدراسه فتره طويله، فبيبقوا حافظين بعض، لكن بنفاجئ ان هم لما بيتجوزوا كانهم بيكتشفوا بعض، كانهم ما يعرفوش بعض يعني. ايوه. ما هو القعده في البيت بقى في نفس البيت يا نشوى. أيوة. بتبين حاجات بقى خلاص، هما كانوا قبل كده عمرهم ما قعدوا مع بعض في بيت واحد. أيوة. ممكن مثلا وهو صاحي من النوم او هي صاحيه من النوم، هي ليها طريقه هو له طريقه، هي تصحى من النوم مثلا تتكلم على طول كتير، هو عايز يصحى ما يفتحش بقه. يعني الستات غير الرجاله يعني. انا ساعات جوزي يقول لي ايه، يقول لي انا لسه صاحي من النوم ارجوكي اسكتي شويه. احنا لغايين يا سلوى انت يعني فاهمه. ايوه. فهو طبعا في اول سنه جواز بيبقوا لسه بيحسسوا كده على بعض، بيشوفوا ايه بقى اللي ما كانوش شايفينه وهم مخطوبين. أيوة. ما بقوش مع بعض في بيت واحد. طيب في طباع يعني بتبان ولازم نتاقلم عليها. طيب ايه الصفه اللي فعلا البنت لازم تاخد عندها موقف لو موجوده او اكتشفتها في جوزها؟ يعني لازم تقف تعمل وقفه وتطلع اللي جواها، ما تكبتش في نفسها وتفضل تحوش. يعني ايه الصفه اللي تقوله لا تعالى بقى نقعد نتكلم، لان احنا حياتنا ممتده ان شاء الله العمر كله، بس انا كذا ما يعجبنيش، او انا احتياجاتي كذا وانت مش بتلبي احتياجاتي. بصي حبيبتي، هو طبعا في اكتر من صفه ممكن نذكر منها حاجتين ولا ثلاثه. يعني مثلا البخل طبعا. صفه هي مثلا الست بتبقى ليها متطلبات، وطبعا انا مش بقول انها تخليه يتحمله اكتر من طاقته. ايوه بالظبط. ما هو ممكن ما يكونش بخيل، بس ايده مش مالكه. بتفرق يا نشوى. ايوه. يعني انت بتحسي اذا كان الراجل ده لو في ايده يعني 10 جنيه هيديها لك كلها، او ايوه لو في ايده مليون جنيه مش هيديكي منهم حاجه. صح. هو يعني بتفرق على فكره، وبتفهميه يعني، بيبقى فيه تفهمي الموضوع من اوله، فممكن نقعد نتفاهم ونقول لا احتياجات البيت كذا، لازم يبقى كذا، لازم يبقى كذا. دي حاجه. وطبعا احنا في الاول بنقعد نتكلم كتير عشان خاطر نأقلم نفسنا على بعض. ايوه. اول صدمه نطلع نجري. بعد كده كمان في اللي هو العين الزايغه. العين الزايغه دي صعبه شويه. يعني لو الراجل عينه زايغه مثلا او حست منه كده. لا دي ما تتجوز يعني. العينه زايغه ده يقعد عند ماما يعني. ده ما ده ما فيهاش فصال، لانه مش هيتغير يعني. لا بصي والله العظيم ممكن يتغير. يعني ممكن يتغير بس بالراحه منها هي، بطريقتها، بحنيتها عليه، بحبها ليه. لا يا سلوى معلش، انا معلش هنختلف بقى ونكمل اختلافنا ان شاء الله لما قابلك الجمعه الجايه. انا متشكره حبيبتي قوي قوي قوي، شرفتيني ونورتيني، ويا استاذه يا عظيمه يا كبيره، انا بحبك قوي. وانا بموت فيك يا نشوى، يا احلى كوميديانة في الدنيا واحلى ممثله في الدنيا. حبيبتي يا سلوى، ربنا يخليكي يا حبيبتي. باي باي يا روحي. ده احنا معانا مكالمه تانية باين. طيب احنا معانا مكالمه دلوقتي من اجدع ست في الدنيا على كل المستويات، صاحبه صاحبها، كريمه الى ابعد مدى، حنينه حنيه ما توصفتش في الدنيا، ليها مواقف يعني ايه، مواقف انسانيه الحقيقه، ومواقف خير
بس انا مش هقدر اقولها لان هي بتحب تعمل الخير يعني من غير ما تعلن عنه، بس انا من الشهود على الخير اللي هي بتعمله. العظيم بقى انها ست بيت مفيش منها اتنين. طباخه انا شخصيا دقت البط اللي بتعمله ما دقتوش مثلا في بلدنا، يعني حاجه كده. وهي ليها كمان فيديوهات على الـ على الـ على السوشيال ميديا وهي جوه مطبخها بهدوم بيتها بتطبخ بايدها. فمعانا الامرايا النجمه الكبيره وفاء عامر. ثلاثه كتير عليا اللي والمصحف ما كتير كله وحياة ربنا كله، وانت الممثله العظيمه حبيبتي وانت ست البيت المحترمه الله يكرمك روائي. يعني بجد احنا بنتعلم من اخلاقك يا رب يسعد قلبك يا وفاء. في حاجات كتير الناس ما تعرفهاش وانا عارفه ان انت مش هتحبي نقولها على الهواء، مش هقولها ربنا يكرمك ويزيدك خير، لان اللي عملتيه كمان الفتره الاخيره مع ناس اعرفهم يعني الله يكرمك ويبارك لك في ابنك يا رب يا رب. طيب قولي لي بقى يا وفاء، اول سنه جواز بالنسبه لبناتنا الجداد اللي لسه متجوزين بتبقى سنه صعبه جدا جدا وبيحصل مشاكل. ما هو ثانيه واحده يا وفاء، اخواتي اللي في الكنترول بيطبخ النار مش شغاله والله العظيم اهو، ما بس ده يستوي يعني اعمل ايه؟ اهو ابتدى ها يعني هيبتدي ها. فيا فوفو قولي لي، ننصح بناتنا الصغيرين اللي لسه متجوزين جديد ازاي تحافظ على بيتها وتخلي الكيان ده يستمر ان شاء الله العمر كله من غير ما يحصل مشاكل بينها وبين جوزها؟ من اول دقيقه الولد والبنت بيقرروا انهم يتجوزوا لازم الاول يبقى اوضه النوم هي اللي فيها كل الحاجات. ايوه يعني ما اشتكيش لماما مثلا لبابا لا لا لا، مفيش ولا بابا ولا ماما، هو بابا وهي ماما وهي مامته وهو باباها، يشتكوا لبعض من بعض البعض. تمام. يعني انا مثلا انا لما ازعل مع جوزي امي ما تعرفش، لو جوزي حتى ما جاش البيت اكذب عليها واقول لها انا هقوم اطبخ عشان محمد جاي في الطريق ويبقى ممكن مش جاي. ايوه محدش يعرف حاجه عن حد، لان المساله بتكبر والكرامه بتنقح قوي لما حد بيتدخل في الموضوع. وساعات بيبقى لو في مشكله ما بين الولد والبنت او الراجل والست بتكبر اكتر لما بيبقى حد داخل من غير قصد يقول كلمه او يوصل كلمه مش مظبوطه. طيب انت كماما بقى وربنا يحميلك يا رب عمر، ما شاء الله تبارك الله ونعم التربيه حبيبتي، ربنا يبارك لك فيه يا رب. لو جالك يا ماما انا عايز هو لسه صغير طبعا لسه يعني عشان عمر ما يستعبطش يقول طنط ناشو قالت، لو قالك يا ماما انا عايز اروح اخطب طنط، انت عارفه احنا ما عندناش طنط بنادي بالاسامي. لو قالك يا ماما انا عايز اروح اطبخ اخطب، ايه الشروط اللي انت كأم هتبقي حريصه ان انت يعني تنصحي ابنك انه يختار شريكه حياته على اساسها؟ اولا لازم تبقى، ما يهمنيش انها غنيه او فقيره، يهمني انها متربيه ازاي، يعني حتى لو مستواها مثلا المادي يعني اقل من ابنك فمش مشكله. لا ما عنديش مشكله. تمام. كلنا فقراء الى الله، لو بنت ناس اصلة وطيبين ومعلمين بنتهم كويس يعني ايه راجل ويعني ايه بيت ويعني ايه اسره ويعني ايه احترام، ما عنديش اي مانع. يمكن بعض الطبقات هتثور على المساله وتقول لا ولازم بتاع، لا انا بالنسبه لي بنت الناس او بنت ناس هي بنت الناس اللي علموها ازاي تبقى محترمه وتحترم جوزها وتحترم بيتها. تمام. وتكون عرض وتبقى امينه بحيث ان لو جوزها مثلا عنده ظروف مثلا في حاجه او كده ما تفضحوش. اصيله صح. تمام. طيب انت من انصار ان الشباب يتجوزوا بدري ولا يتأنوا والسن لو اتاخر شويه مش مشكله؟ كان زمان كان الناس بتتجوز وهم صغيرين قوي وبسرعه وعايزين مش عارف ايه لا دلوقتي لازم يتأنى ولازم يعمل مستقبله، لان لما كمان يتعلم ازاي يبني بيت ويشتري بيت ويحافظ عليه هيبقى غالي عليه هدمه، مش هيهدمه بسهوله. تمام يا حبيبتي. وفاء طب انا عايزه اشوفك انت هنا ولا في الساحل؟ انا في الساحل. هاجيلك الاسبوع ده لازم تيجي. هاجي عشان ادوق، انا عايزه بط بقى، عايزه بط زي اللي اكلته لي. احلى بط يتعمل لك انت عارفه. الله يسعدك. ايه ومحمد بيحبك قد ايه يا حبيبتي انا عارفه. يجعل بيتكم عمار يا رب دايما مفتوح بالخير لكل اصحابكم رب العالمين. حمدا كبيرا كثيرا مباركا. الله يخليك يا حبيبتي.
لينا ويخليكي لجمهورك اللي بيحبك. الله يبارك على البرنامج. الله يبارك فيك يا نور عيني. كسبنا حد مريح نحبه نستفيد منه من الكلام الحلو اللي بيقوله لبناء مجتمع. الله يكرمك يا الله يكرمك يا وفاءك كتر خيرك يا حبيبتي. شكرا الف شكر. لا 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 بقى احنا معانا تليفون كمان مع ست الكل اللي مليانه نور في قلبها وفي وشها، يعني دي حد كده طول ما هي ماشيه بتطرطش بركه على الناس اللي حواليها. النجمه الجميله صاحبتي وحبيبتي منى عبد الغني. يا منوش مساء الفل يا نوشي يا حبيبتي. يا حبيبتي مساء الفل يا منوشه وحشتيني. ده اللي بيطلع بركه. انت قلب الفله كلها والجميله. انا عايزه اقول للجمهور اللي بيشوفوا برنامجك انتوا مش بتشوفوا فنانه عاديه، انسانه غير عاديه، بني ادم عندها خلق غير عادي. يعني اقول فيكي ايه؟ اقعد اقول غير للصبح انا اسوأ. حبيبتي ربنا يسعد قلبك وحشتيني قوي قوي ووحشتني القهوه معاكي، يعني نفسي نقعد نشرب قهوه كده مع بعض زي قريب من الفتره اللي فاكره انت لما كنا ايوه طبعا في السفر على طول مع بعض. بقول لك ايه يا منوشه، انت لسه متجوزه زي حالاتك كده متجوزه بنوتك قريب دايما ما شاء الله تبارك الله ربنا يحميها لك يا رب ويسعدها في حياتها. عايزين ننصح بناتنا نصيحه في اول سنه جواز علشان احنا شايفين ان بقى في نسب طلاق كتير قوي. ايه نصيحتك لبنوته قد بنتك بتتجوز لسه علشان تخلي بيتها مستقر وتتحمل يعني وتستحمل؟ بما اني انا ست يعني بغني، انا عملت الكلام ده كله في اغنيه الوصايا العاشره دي، في اغنيه كده يعني ممكن تلاقوها كمان على اليوتيوب اسمها شريك حياتك. ايوه شريك حياتك لازم يبقى اهم واقرب حد ليكي. شريك حياتك لازم تبقى راحته جنبك بين ايديكي. اوعي صوتك يعلى عليه، اوعي تخبي سر عليه، اوعي تكون احلامك صعبه ولا بعيده وحمل عليه. طبعا بهاء الدين محمد شعر جميل. طب ما انا نفسي اسمع صعب. حبيبتي طب انا نفسي اسمعها غنى بقى، بس طبعا هبقى تلم انا ورخمه ما اقولي غني صح؟ لا يا روحي عيني ده انت تامري يا نشوه ده انت تامري حبيبتي اقف معاكي في المطبخ يا نور عيني يا نور عيني. طب سمعيني طب ما نغنيها. طيب طب احاول بس لو الصوت جالكوا كويس، لو مش كويس يعني برضه هي موجوده على. طب خلاص نقول حته منها، انا هقول لك حته. طب تمام. شريك حياتك لازم يبقى اهم واقرب حد ليكي. شريك حياتك لازم تبقى راحته جنبك بين ايديكي. اوعي صوتك يعلى عليه، اوعي تخبي سر عليه. اوعي صوتك يعلى عليه، اوعي تخبي سر عليه. اوعي تكون احلامك صعبه ولا بعيده وحمل عليه. تركي فرحه وهمه وحلمه وطوني سره وخافي عليه. لازم يخرج عنده شوق يرجع بيته يلاقي هدوء. لازم يخرج عنده شوق يرجع بيته يلاقي هدوء. شريك حياتك لازم يبقى كده بقى. الله الله يا حبيبتي الله. ربنا يسعد قلبك ويسعد لك بنتك ويسعد حياتك ويكرمك يا منى ويراضي قلبك يا ام قلب مليان نور. وانت سبقتيني بالغنى غنيتي لابنك في فرحه مش كده برضه؟ بس والعياذ بالله كان صوت صعبي. واحده جامده جدا يعني. حبيبتي حبيبتي يا منى كتر خيرك يا حبيبتي ونورتيني وشرفتيني. طيب يا جماعه احنا كده خلاص سجق خلص. طبعا ما تعرفتيش ازاي هو السجق بيتحط وبعدين البصل وبعدين الطماطم وبعدين الفلفل وتقلبه، بس بعد ما السجق يستوي شويه عشان يكون نزل ميته وتشربت ميته علشان الخضار ده ما يتبلش، يعني لازم يبقى الخضار مصحصح كده وشكله كده طازه يعني. وعايز تعملي جنبيه شويه رز اوكي، عايزه تغمسي اوكي، عايزه مكرونه اوكي، ممكن تحطي بطاطس كمان على فكره. فيعني اكله سهله ما خدتش مننا حاجه. متشكره لكل زمايلي اللي كلموني في الفقره اللي فاتت دي ويا رب تكونوا استفدتوا من نصايحهم. الفقره الجايه بقى فقره مهمه جدا جدا لاي حد بيعاني من تشوهات الانف، ربنا يعافينا يا رب ويشفي الجميع. فهنطلع فاصل ونرجع على طول، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني والفقره دي مهمه جدا جدا لعدد كبير قوي من الناس
بيعاني من حاجات ليها علاقة بالأنف. والحقيقة مش أي حد بيبقى شديد التخصص في حاجات مهمة قوي إن أنت تكون متخصص فيها. يعني أنا معايا دلوقتي أستاذ دكتور خالد رياض، أستاذ جراحة التجميل بجامعة عين شمس. دكتور مش أي دكتور تجميل يقدر يعالج ويجمل في نفس الوقت الأمور الصعبة العويصة اللي ليها علاقة بمشاكل الأنف. تمام، أولا أنا بشكر حضرتك جدا على الاستضافة العظيمة دي. الله يخلي حضرتك، ده أنا المشكرة. ربنا يخليك يا رب. هي طبعا الأنف هي مدخل الهواء للجسم، بتعمل ترطيب، بتعمل تدفئة للهواء اللي داخل. لكن برضو الجزء اللي فيها مهم ان هي اكتر حتة او اكتر جزء في الوجه بارز، واكتر حاجة بتلقطها العين في الاول. فطبعا المشاكل او العيوب بتاعت الانف سواء هي حاجة عضوية او حاجة نفسية بتبقى عاملة مشكلة فعلا لهذا الشاب او الفتاة او حتى في السن الكبير. المشاكل يعني بنقدر نقسمها جزئين، مشاكل عضوية زي انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم أجزاء في الأنف من جوه بتقلل دخول الهواء، أو لا قدر الله بقى حوادث قديمة أو كسور أو أورام لا قدر الله، الحاجات دي كلها. الحاجات دي ليها علاقة دي اسمها الأنف الداخلية. بالظبط كده، تشوهات الأنف الداخلية. تمام. في حاجات بقى بتبقى اللي هي الغضاريف من بره أو شكل العظم أو الكلام. طب احنا معانا الصورة دي تفيدنا في الشرح؟ بالظبط. ده انحراف الحاجز الأنفي، عادة بيبقى شكله اس أو سي، وبيبقى قافل ناحية من جوه وممكن يقفل الناحية التانية كمان من بره، فيقفل الناحيتين. يعني احيانا بيعمل مشكلة في مجرى الهواء نفسه على ناحيتين مش ناحية واحدة. فطبعا دي بيبقى ليها تصليح، ان احنا بنطلع الحاجز الانفي كله ونحاول نصلحه. يعني هي يعني عملية عنيفة شوية، بس طبعا بتريحه جدا او متريحة جدا. طبعا في فيديو صغير يمكن بيبين شوية انيميشن شكله معنا انيميشن بيبين شوية الحاجز الانفي ان هو ازاي بيتفك من مكانه وبيتصلح. ده يا دكتور مش كده؟ بالظبط كده. تمام. بيستعدل الحاجز الانفي وبيرجع تاني يتحط مكانه، وده بيفتح مجرى الهواء. طبعا طيب. انا لما عاني من ايه لازم اجي لحضرتك؟ لان طبعا انا كانسان عادي مش دارس طب فمش فاهم، احس مثلا ان انا مش عارفه فعلا اتنفس ونبتدي نحط نقط اللي هي بتاعت ده، وما يكونش المشكله في النقط، المشكله في الكلام ده. لما احس بايه اجي لازم اجي لحضرتك؟ طبعا هي زي ما قلت حضرتك في الاول، هي في جزء عضوي وجزء نفسي. الجزء العضوي اكتر حاجه بتبقى باينه اللي هي قصه دخول الهواء، او ان الهواء مش قادره اتنفس. بالظبط كده، بتنفس من بقي فبيجيب لي مشاكل ثانيه. بالظبط. الحاجه الثانيه الشكل، شكل ده اللي بيجي، ده اكتر حاجه بتيجي. في حاجات ثانيه بعد كده بتبقى النقص، حاسه الشم، شويه تقرحات في الانف من جوه، نزيف، الحاجات دي اقل شويه انها تبقى موجوده. ليه انا بقول لحضرتك كده؟ في مثلا يعني بدون ذكر اسماء مثلا يعني زميلات او كده عملوا عمليات التجميل فسببت لهم مشاكل مرعبه في التنفس. يعني هم راحوا على اساس ان الشكل مش عاجبهم فعايزين يعدلوا الشكل، فحصلت لهم مصيبه في فكره التنفس، ما بقوش بوظت لهم الحكايه اكتر. فهل يعني تخصص حضرتك، عشان كده انا كنت بقول في الاول مش اي دكتور تجميل اروح له لحاجه مهمه زي الانف، في حد جالك من النوعيه دي وكان رايح تجميل فجالك ببلاوي سودا في التنفس؟ بصي، هو طبعا بيبقى موجود، يعني دي مش حاجه ما بتحصلش. بس لذلك لازم احنا واحنا بنعمل عمليه جراحه الانف بالذات نراعي الحاجتين، نراعي الشكل والوظيفه. يعني ده أيوه. ده جزء مهم جدا، وحياه الانسان فعلا بتفرق بعديها. الفترة اللي بعديها دي لو في انسداد في المجرى الهواء أو في مشاكل أو تقرحات بسيطة أو الكلام ده، كل ده بيضايقه وحتى ما يخلوش يفرح بشكل الأنف. أيوة. فطبعا بنراعي قوي القصة دي، إن احنا بنوسع حتى مجرى الهواء، حتى لو هي تجميلية صرف، لأن أحيانا بعد العملية التجميلية بيطلع أو بيحصل تورم شوية في الأغشية المخاطية، وبيحصل تضخم جوه وبيقفل مجرى الهواء بشكل بسيط. فبنحتاج ان احنا نوسعه زياده في الاول كنوع من انواع حاجه احترازيه، حاجه بروفيلاكتيك بنعملها بحيث ان احنا ما نحصلش او ما نوقعش في المشكله دي بعد كده ان شاء الله. طيب ممكن حضرتك تقولي بشكل ملخص كده ايه هي الحلول المتاحه للتشوهات؟ تمام. بص حضرتك، هو برضو عشان يكون حضرتك عارفه الايه الموضوع جلوبال كده، هو طبعا في تدخلات غير جراحيه وتدخلات جراحيه. التدخلات الغير الجراحيه ويمكن دي بقت كومن قوي في الايام الموجوده دلوقتي، زي البوتوكس او الفيلر. البوتوكس في المناخير، في الانف. بالظبط كده. ايه ده والله العظيم، انا عارفه ان البوتوكس مثلا بيبقى في الجبهه
او مثلا في الايه في هنا في الخطوط الجنب العين او الجنب لكن في ليه بقى بيعمل ايه؟ طبعا بصي، اي جزء في الجسم فيه عضلات، الانف فيه عضلات فيها بتنزل ارنبه الانف او مقدمه الانف شويه لتحت، ممكن بتعمل تجاعيد ما بين الحاجبين. صح. الحاجات دي احنا لما بنحقنها بوتوكس، البوتوكس بيضعف العضله دي شويه. تمام. فهي لسه بتقدر تعمل انيميشن، بتتحرك معاكي ولما بتبتسمي بتبان، ولكن تاثيرها بيبقى او شكلها بيبقى اقل شويه. فبتلاقي مثلا واحده غالبا بتشتكي ان انفها لما بتبتسم او بتضحك تلاقي الانف كله بينزل لتحت. فدي مشكله، فدي ممكن بيبقى حلها جزئيا بالبوتوكس او اضعاف العضله. حلو ده. ده من غير جراحه. حلو. من غير جراحه. في حاجات تانية زي الفيلر مثلا او المواد المالئه، دي بنحقنها لو في ديفو بسيط مثلا في الانف، في جزء منخفض شويه في الانف او في غضروف مثلا ضعيف شويه. فعلا في ناس بتبقى الحته دي نازله جامد جدا ودي طالعه جدا، فبتبقى شكلها بالظبط نسميها انف سرجيه، يعني زي السرج بتاع الحصان بيبقى نازل لتحت في جزء، فدي ممكن تتصلح بمنتهى السهوله بالفيلر. الجزء الثاني، الشق الثاني اللي هو الجراحي، وده بنلجأ يعني نلجأ له لما بيبقاش في حل ثاني غير جراحي. تمام. الحل الجراحي ده بيشتمل على حاجتين، ان احنا تجميل لشكل الانف، والحاجه الثانيه ان احنا نحسن مجرى الهواء ودخول الهواء بحيث يخش الهواء بطريقه امنه، اللي يخش كتير قوي ولا يخش قليل قوي، لان كتير قوي هيعمل ما انا كنت يعني حتى لو كنت اقول حاجه، يعني لو الفتحه مثلا من جوه واسعه جدا في الهواء يبقى حلو قوي انه داخل كده. لا بالعكس، الهواء لو كتير ممكن بيعمل زي جفاف في الانف، وبيعمل الجفاف ده بيعمل قشره وبيعمل هرش جوه الانف. فده بيبقى مزعج للناس، وساعات بيبقى برضو المشكله بتحصل كمان في الحاجز الانفي، بيبقى فيه صفاره بسيطه في النفس. فطبعا كل الحاجات دي بتراعى، ان احنا يبقى الحاجه تبقى مظبوطه او شويه يعني ازيد من الطبيعي، حس ان لما يحصل تورم ويعني الغشاء اللي جوه ده يبقى اسمك شويه، ممكن ساعتها برضه ستيل يبقى بياخد نفسه كويس، مفيش مشكله فيه ان شاء الله. طيب بص حضرتك، معظم الستات تعرف يعني بيخافوا جبنة شويه في حكايه العمليات وكده، هل ممكن الجراحات الانف يكون ليها مخاطر تخوفنا؟ لا، ده انا عايز اقول لحضرتك ان الستات اجرأ بقى. اي والله العظيم. والله في العمليات بالذات الستات اجرأ، يعني عاده بياخدوا القرار في خلال يومين او حاجه. طب بص، هي جراحه الانف طبعا هي لو الواحد ان شاء الله باذن الله كان بيبقى دارس الموضوع وعامل بلان مظبوطه، المريض ده محتاج ايه بالظبط، الاجزاء اللي هيتعمل لها الجراحه ايه، مش اسطمبه، يعني مش لازم كل عيان اعمل له كل حاجه في الجسم. طبعا يمكن في حاجات معانا صور فيديو او حاجه اظن معانا بالظبط فيديو شويه بنشرح، حتى يمكن العيانه دي كانت بتعمل تجميل انف بمخدر موضعي. كان ايه ده؟ ممكن ثانيه واحده، مخدر موضعي؟ ممكن وما تحسش باي حاجه؟ لا خالص، ما تبقاش حاسه بقى، هي يعني هي يعني واعيه وكل حاجه بس مش حاسه. طب حلو ده، ظريف. بس طبعا في يعني حاجات ما بتنفعش، بس معظم الحاجات اكتر لو حاجات بسيطه 60% اكتر من 60% بتنفع فيها اللي هي الاجراء بالمخدر الموضعي. طبعا حضرتك هو ما شاء الله حاطط نور والله. طيب سؤال، يعني طالما في مخدر موضعي دي حاجه لذيذه قوي، ان برضو ساعات بنخاف احنا من المخدر الكلي. طب لو انا مثلا او مريضه جات لحضرتك وقالت لك بص انا مناخيري شكلها مش عاجبني فاظبطها لي مثلا، هل انت ممكن تقولها لا هي مناخيرك حلوه كده، ولا انت خلاص زي ما هي عايزه؟ 50% من اللي بيجي يطلبه بالذات السيدات، لسبب، لان هي الواحد ساعات بيبقى متخيل ان انف وحشه، ولكن بالمقاييس بتاعتنا او مقاييس الانف هي مظبوطه. طب وحياه النبي من غير مجامله بامانه، بص من غير مجامله صح، هل انا مناخيري محتاجه يعني انا عارفه مناخيري كبيره، فهل محتاجه تظبيط مثلا؟ ولو انا مثلا واحده من الستات جيت حاجه مناخيري مضايقاني، هتقول لي مثلا عايزين نشيل منها حته مثلا؟ لا والله الانف زي الفل، ما فيهاش حاجه، ما بحبش مجامله. لا والله، لا قول بالحق من فضلك. خالص خالص، ده انا اللي محتاج. لا لازم حك، ما شاء الله رجاله مش مشكله. طب معانا صور برضو الحالات. يمكن تبين ده كان عنده انحراف عنيف في الحاجز الانفي اثر حادث، والحمد لله عملنا استعداد للحاجز الانفي وتصليح للغضاريف، باينه جدا يعني فرق واضح جدا، ربنا كرمنا والدنيا مشيت كويس قوي الحمد لله معاه. برضو يعني دي طب انت حضرتك عملت له تجميل برضو، يعني شكل مناخيره بقى حلو. ما طبعا، ما هي لازم حضرتك تمسك العصايه من النص، يعني ما ينفعش اقول له انا هعمل لك وظيفه كويسه واطلعه برضو بنفس الانف. ما هو يعني هو بعد فتره لما عنده مشكله واحده هتتحل هيفكر في المشكله الثانيه. لا بس الرجاله ما فاهم بيهم وده ايه بقى. يا لهوي، نفس القصه، كان عنده الانف مسميها زي انف النسر او الانف العقبيه. ايوه، بيبقى عامل زي منقار باروت، ده بيبقى الى حد ما طبعا فيها مشكله شكل،
فبنعمل نحت برضو الغضاريف بتاعت الانف واستعدال للجزء بتاع الحاجز الانفي والعظم نفسه. ما شاء الله شكله يعني مناخيره بقت عاديه جدا. الحمد لله ربنا كريم الحمد لله. وبرضو والاموره دي كمان كانت مشكلتها برضو كان يعني دي كانت عامله لها مشكله حتى في جوازها يا حبيبتي. يعني هي طبعا الواحد بيبقى متضايق قوي عايز تبقى اموره. ايوه بالظبط. يبقى يعني مراته فيها مشكله ويقعد يمسك لها حاجه زي كده طبعا ده مش صح يعني وده بيعقدها. مش صح خالص. وانا انصحها بقى لو بتتفرج علينا لا يعني لا كلمي حد كبير. وعاده حتى لو حد مزقوق من حد تاني يعني مثلا واحد زق مراته او كده انا برفض بقول له لا انت لو انا حصل اي مشكله انت هتلجئي الموضوع هيفشل ما بينكم فخلينا لغايه ما تحلوا اللي ما بينكم بعد كده لو في مشاكل نبقى نحلها احنا. معقوله بتديل حياتك حاجات؟ هو لازم هو اصل حضرتك هي الحاجه النفسيه لازم يعني اللي هي تتشاف الاول قبل ما اتجه ان انا يعني اغير الشكل لان ممكن ده يبقى حاجه. معنا صوره تانية. برضو المدام كان عندها مشكله برضو عاليه جدا الانفي والانف سقط لتحت شويه بس هي بس الدكتور دي لسه طازه يعني. بالظبط ده كان صح عشان انا شايفه لحضرتك لسه معموله يعني حالا مثلا. بالظبط كده. طب بس بعد هل بعد ما بتخف بقى ان شاء الله يعني ما فيش بقى ايه ده ما هي خفت اهي. لا دي كانت طازه برضو بس دي واحده تانية طازه برضو واحده طازه. طب بعد ما بعد الله دي برضو نفس القصه ما شاء الله. هي برضو الناس ساعات يعني عندهم مشكله كمان في الشفه من فوق من جزء العضله فاحنا العضله اللي هي بتشد الانف لتحت بتبقى شويه مقصره الشفه فلما بنعالج لهم القصه دي الشفه بترجع طبيعيه يعني بيسميها جام سمايل يعني تجميل مزدوج ان لو بالزبط. انت حضرتك جملت الانف الفم كمان بيتظبط بيبقى. بالظبط كده. الجزء بتاع الشفه ساعات من كتر ما العضله دي اكتف قوي بتبقى شاده الشفه الفوقانيه لفوق فبتخلي السنان وجزء من اللثه باين. بالظبط نسميها جام سمايل. فالعضله دي لما بتريح شويه بتغطي ترجع طبيعيه منطقه اللثه فبتضحك بيبقى شكلها لطيف. بالظبط كده. طب وانت بتعملها لها مفاجاه بقى يعني ان هو ايه بتقول لها كمان شفايفك هتتعدل ولا هي تكتشف؟ لا هي لا بتبقى كل حاجه طبعا انت عارف معرفها لازم لازم بلان تبقى واضحه وقايل لها مثلا فتره التعافي قد ايه وحاطين ايه وكل الكلام بحيث ان مفيش مفاجات يعني ما يبقاش برضو الناس تتخض. طب كلمني برضو حضرتك عن فكره في حاجه اسمها دعامات خارجيه ودعامات داخليه وايه دول وبيتعملوا امتى؟ تمام. هي طبعا تجميل الانف احنا تقريبا بنفك الحاجات من بعض وبنركبها تاني بشكل مظبوط اللي هو ربنا خلقه او الشكل اللي ربنا خلقه يعني احسن. فطبعا احنا الحاجات دي عقبال ما بتلتئم في وضع مناسب او وضع مظبوط بتحتاج دعامه سواء خارجيه من بره لو احنا عاملين حاجه في العظم او دعامه داخليه من جوه في قلب السنده. ما بتبانش بس طبعا بتبقى سنده الحاجز الانفي من جوه. طب الدعامات دي بتتشال ولا بتتشال؟ خلال الداخليه والخارجيه كله بيتشال. طبعا كله بيتشال بعد اسبوع او اسبوعين بالكتير قوي بيبقى القصه دي اتشالت كلها يبقى الحاجز الانفي التئم في مكانه مفيش بقى اللي هو تضخم الحاجز الانفي او الغشاء المخاطي يتضخم بعد العمليه او الكلام ده بحيث ان ايه يخش في مشاكل تانية. لا احنا بنحاول نخلي الاجزاء دي تلتئم في وضع مظبوط اللي هو الفيفربل وبحيث ان ما يخشش في مشاكل ونحافظ على الشكل اللي ايه اللي احنا قدرنا نوصل له بعد العمليه على طول. يمكن برضو في ساعات اللي حضرتك اشرت ليها في الاول ان بعد فتره ممكن ساعات بيبقى فيه شويه تغيير في الشكل ده بيبقى الى حد ما من تاثير ان الغضروف بيبقى ليه ذاكره. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا لو مسكت ودني وقعدت مطبقها 10 دقائق وسبتها هتلاقي الاذن رجعت تاني زي ما كانت. ده اسمه ذاكره الغضروف. فاحنا بنحاول نضعف الذاكره دي مع الشكل بتاعنا او التشكيل ولكن بيفضل جزء فيها بيحاول يحصل له ريكويل او يرجع تاني زي ما كان. فده شويه ممكن يغير بس طبعا مش تغيير فظيع يعني ممكن درجه ملي بنتكلم في حاجات مش حاجات غير محسوسه او مش هتبان قوي يعني يعني بالعين المجرده الا لو في كاميرا وميكروسكوب فاهم اللي هو في ملي هنا مش عاجبني. بالظبط. لا في ناس بتراقب قوي يعني الشكل قبل وبعد والناحيتين ودي غير دي غير طب معلش عندي سؤال بس فاضل دقيقه فممكن حضرتك تجاوبني عليه في دقيقه. الشفه الارنبيه هل اللي عندهم الشفه الارنبيه وبيعملوا عمليه صلاحه هل ليها علاقه بالانف؟ طبعا ولادنا دول بيبقى عندهم مشكله كبيره في الجزء بتاع من اول الشفه والجزء بتاع الفك اللي وراها والبطن بتاع الانف نفسه فده بيحتاج تصليح شويه بسيط وقت ما بنعمل الشفه
ولما بيوصل لسن البلوغ اللي هو 15 16 سنه بنحتاج ان احنا نعمل تصحيح نهائي للانف بحيث ان شكلها يبقى جميل ما يبقاش متعقد. طبعا لو احتاجنا مراجعه للشفه يمكن في يعني طفل كان من 15 سنه كان في القسم عندنا في عين شمس عمل شفه ارنبيه وتصادف ان هو جاني بعد ال 15 سنه دي الحمد لله عملت له الانف وربنا كرمه الحمد لله ومشيت كويس قوي. حبيبي ربنا ينفع بيك وربنا يكرمك ربنا انك بتساعد المريض ان نفسيته تبقى مستريحه وهو باصص على نفسه في المرايه ومش متضايق من شكله، فربنا يكرمك ربنا وربنا يكرمك كمان ان انت بتعمل ده بالتوازي مع الوظائف، ان كمان الانسان مش يصلح شكل فيبوظ وظيفه. بنحاول يعني. انا بشكرك جدا. بشكر الاستاذ الدكتور خالد رياض استاذ جراحه التجميل بجامعه عين شمس. ربنا اتمنى نقابل حضرتك تاني بقى في حاجات تجميل بقى اللي هي اللذاذه دي بتاعت الستات، بوتوكس وفيلر بقى وهيصه يعني. ربنا يخليك. شفتك. اشكر حضرتك يا دكتور، ميرسي جدا جدا لحضرتك. ربنا يخليك. الفقره الجايه هي فقره الخير بقى. دي الفقره الحقيقه اللي انا بستناها. فلو سمحتوا خليكم معانا عشان كلنا ناخد ثواب وربنا يكرمكم. مستنياكم. اهم الفقرات اللي انا بحبها وبقول يا رب يعني نكون سبب في اي خير ويا رب يكرمنا جميعا بان احنا نعمل الخير علشان احنا نستفيد. معايا النهارده ومشرفني دكتور مصطفى العكريشي من جمعيه نبض الحياه، واحنا الحقيقه هم حضرته مش اول مره يكون ضيف معانا، فانا مبسوطه جدا ان حضرتك معانا. انا احسن والله، والله واسعد. الله يسعدك. والله انا احسن سعاده. الله يسعد قلب حضرتك. ربنا يعزك يا رب. جمعيه نبض الحياه احنا زي ما كلنا عارفين التقينا بيهم قبل كده وربنا يبارك فيهم ويكرمهم، مسخرين مجهودهم وقتهم وطاقتهم في خدمه اهلنا اللي في قرى واماكن بعيده لسه الدوله ما وصلت لهاش في الخطه، بس لسه قدامنا شويه وقت. فهم بالتعاون مع الدوله قرروا ان هم يوصلوا الميه لاهالينا اللي محتاجين بق ميه نظيف. وطبعا حضرتك يعني اقدر مني على ان انت تتكلم في الخير، وان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انا مش حافظاه بس معناه ان افضل الصدقات هي التصدق بالماء او بشربه الماء يعني. حاجه ثانيه كنا بنتكلم انا وحضرتك في حاجه بره موضوع الميه، بس انت قلت لي ان ربنا ممكن يرزقني بس انا اكون يرزقني بحاجه مش فلوس يعني كنا بنتكلم تحديدا عن فكره الانجاب، ان ممكن مثلا بعض من اولادنا يكونوا متجوزين وطالت فتره عدم الانجاب. فدكتور لفت نظري ان المصارعه في الخير ممكن تفتح باب رزق حتى لو في الانجاب، يعني حضرتك حتى ذكرت ايه كريمه فممكن نقولها للناس. الحمد لله الذي جعل للمنفقين ودا وأحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والصلاة والسلام على الذي جعل من العبيد سادة والمستضعفين أئمة وقادة. أقول لحضرتك أنت حضرتك كنت بتتكلمي في سنة أولى جواز في أول فقرة. أيوة صح. ناس كتير جدا 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 بيتضايقوا من أول سنة يقولوا لا إحنا أول سنة اتجوزنا يعني زي ما تكون معلش الحما أو الأم أيوة نفسها يعني مرات ابنها 9 أشهر ويبقى فيه لا 9 أشهر إيه ده قبل ما تتجوز تبقى داخلة بابنها. اه والله تبقى داخله بابنها كده ونفسهم يفرحوا. أيوة. الناس نفسها تفرح طبعا بذريه، ربنا قال المال والبنون زينات الحياه الدنيا. بالظبط. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الحل وفي القران، قال في سوره الانبياء الصفحه اللي على الشمال ثاني سطر من فوق، وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. يبقى كده هو بيعمل ايه؟ بيدعي. ايوه. طب هل الدعاء لوحده يكفي؟ لا، لازم الدعاء مع العمل. ايوه. فاستجبنا له. الفه دي تفيد السرعه، انت طول ما انت بتدعي وطول ما انت بتلح على ربك سبحانه وتعالى ربك هيستجيب. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، يعني اداه سيدنا يحيى نبي من الانبياء كمان. تمام. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه اللي هي مراته كمان. طب ليه يا رب؟ ليه؟ هو كان بيعمل ايه؟ ربنا قال بقى كمل، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. يبقى المصارعه او السرعه في عمل الخير ممكن تكرمك في منطقه تانية انت مش واخد بالك منها. طيب احنا دلوقتي هنشوف فيديو
هنشوف فيديو دلوقتي، وعايزين بعد الفيديو ده كلنا نسارع في الخير ونساعد أهلنا اللي محتاجين مية. وهنتكلم بعد الفيديو إن شاء الله إزاي مع نبض الحياة نقدر نعمل ده ونسارع في الخيرات. والله فعلا فرحة وسعادة وسرور، وأول مرة أحس بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة دي، سرور تدخله على مسلم. البير ده مش بيخدم الأهالي بس إن هم يشربوا منه مية وخلاص، لا، البير ده جنب المسجد عشان يخدم الأهالي في البيوت ويخدم الناس اللي بتصلي ببيت ربنا. الحمد لله ان جات لنا الميه وتعرفنا على ناس حلوه جابوا لنا برضه ميه، وربنا يديكم الصحه. والله احنا عايزين كده برضه يجي اتنين ولا تلاته هنا، عشان برضه عندنا المساحه برضه كبيره، وفي ناس برضه هاي ظروفها وحشه، ولا له عندوش حنفيه، والجو هنا برضه وحش. نشكر مؤسسه نبض الحياه على المجهود اللي هم عملوه معانا. الوقت هم عملوا لنا هنا بياره، ومطلوب ان شاء الله هنا اتنين او تلاته، عشان هنا الضغط على دي جامد يعني. الحمد لله ان احنا سعداء انا وجيراني وكل الناس، والله الحمد لله. تحب تقول ايه للناس اللي ساهمت في البير ده؟ ربنا يكرمهم، الف شكر الف شكر والله، ربنا يكرمهم. البير ده هنا بير البركه بيخدم كم بيت؟ هو بيخدم هنا حوالي 2000 بيت او اكتر من 2000 بيت في المنطقه دي، عشان ما فيش الا هو البير ده في المنطقه كلها. اولا بنشكر مؤسسه نبض الحياه في موضوع الابار دهوت وخدمه الناس، وبنقول ان لولا الماء ما كانت الحياه اصلا، وحاليا احنا محتاجين الميه ديت، لان لولا الماء برضو ما كانش فيه نبض الحياه. فمن هنا بنقول لكم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ من اسعد الناس اسعده الله جل وعلا على رؤوس الناس يوم القيامة. فهيا أدخلوا السعادة والفرحة والسرور، سرور تدخله على مسلم. إيه أسعد من إن ضنايا يشرب كوباية مية نظيفة؟ أعتقد يعني كل حد شارك في حفر بير من الآبار اللي حاصلة، بئر البركة وبئر مريم والآبار دي كلها، يعني شوف الثواب اللي حضرتك بتاخده ده، ثواب مستمر متجدد، إن مع كل بق مية خير بقى خير. ربنا يا رب يجازيكم كلكم خير. الجميل كمان حضرتك قلت لي إن كل بير بيخدم تقريبا 30 اسره او 30 بيت. طب كلمني، تكلفه البير بتبقى ازاي وبيبقى عباره عن ايه؟ يعني فكره ان انا احفر بير، احفر يعني تكلفته ايه؟ دي اسمها الابار الارتوازيه، بنعملها في عرب الاشرفيه مركز تطفيح محافظه الجيزه. تمام. احنا بنحفر تحت الارض بعمق 70 متر. تمام. او 60 متر بتختلف حسب التربه. تمام. عشان نوصل لاكبر تجمع ميه نظيف. تمام. عشان ما نضرش الناس دي. ايوه. تمام. بنختار امهر واحسن الناس اللي متخصصين في المجال ده، في فكره الحفر. طبعا مش اي حد. تمام. لا، ده ربنا يعني سبحانه وتعالى يحب المحسنين، واحنا بنحاول نحسن ونجود في جوده البير بحيث انه يقعد فتره زي ما حضرتك قلتي، فتره طويله جدا، يخدم الناس دي. أيوة. يخدم الاسر دي. والبير دوت بيتركب عليه حنفيات، ثلاث حنفيات او اربع حنفيات زي ما يطلع، وبنركب موتور ميه. تمام. بيبقى 1.5 حصان، 2 حصان، 3 حصان حسب العمق. ايوه. تمام. وبنركب جنبه تانك كبير عشان الموتور دوت لو اشتغل دايركت هيتحرق. ايوه. فاحنا نقول لا، الموتور التانك الكبير دوت بيبقى فيه زي عوامه كده يتملي، يفصل الايه؟ تمام. يفصل الموتور. والاحدث من كده بفضل الله اللي عملته نبض الحياه، ان بقينا نركب على كل بير فلتر ميه.
كمان؟ اه والله. الله يبارك لك. فلتر ميه. طب معلش قبل ما نشوف الفيديو الثاني، تكلفه كل بير قد ايه؟ تكلفه البير هنا 35000 جنيه لحد 40000 جنيه. يعني حضرتك من 35000 ل 40000 هتشرب 30 اسره، لو كل اسره فيها 5 افراد فانت 150 فرد يوميا بتاخد ثواب مع كل دقيقة أي حد بيشرب أو بياكل أو بيتطهر عشان يتوضى ويصلي دعوات بمبلغ يعني ما أعتقدش إنه كبير. لو كذا أسرة اتجمعوا، لو 40 أسرة اتجمعوا وكل واحد دفع 1000 جنيه مدى الحياة، أنت دي صدقة جارية عليك وعلى أهلك يعني. طب نشوف الفيديو ده وهنرجع تاني مع حضرتك. من قدام بير فاعل خير بيساعد الناس بالخير بتاعه. معانا الأستاذ منير المسؤول عن حفر الأبار هنا، حفر الأبار الارتوازية اللي بنوصل بيها المية للناس. طب حضرتك لما بتعمل البير ايه مكونات البير ده؟ مكونات البير احنا بنبدأ اول مرحله في مرحله البير ان احنا بنبدا نشتغل 2 رجاله او 3 رجاله بيشتغلوا 12 متر بالحفر اليدوي. بعد كده بننزل جهاز الايسون اللي هو الارتوازي بينزل حوالي 42 متر. نبدا ننزل مواسير 6 بوصه لحد العمق الاخير خالص. ننزل بعد كده حاجه اسمها طلمبه شفط وضغط الميه، بحيث ان يبقى عند الميه الخزان ده 2000 لتر. بيتملي بالظبط في 2:30 ثانية أو 33 ثانية. كده أنا حافظت على أول حاجة إن البير ما يكونش كل شوية نفضل نحرق في الطلمبة، تاني حاجة أنا ضمنت إنه في مية كويسة، تالت حاجة عندي التلات حنفيات دولت هو مجرد إن هو حنفيات في البيت بالظبط، على قد ما تملى الحاجة بتاعتك على قد ما بتقفلها خلاص على كده. فبيطلع عندنا مثلا حوالي مرحلتين من الميه، الميه الاولانيه بتلاقيها برضو ايه تعبانه على بعد ايه حوالي 25 متر، فما بنظرش اليها خالص عشان خاطر التحليل بتاعها اكيد هيطلع معايا سلبي. فبنزل تاني اكتر عشان خاطر الايسون بتاعي ما بيجيب لحد 52 54 متر، فبيبدا ان عند الميه متظبطه كويسه جدا والتحليل بتاعها بيطلع ايه نسبه الاملاح بسيطه جدا ولا تتعدى 3% من الميه. فكده انا ضمنت فعلا انه البير ده هيستعمل، مش مجرد ان هي فلوس وكلمه صدقه جاريه ومركونه، لا بضمن ان هي تستخدم لكل اللي ايه المواصفات اللي قدامي، مش مجرد ان هو محطوط بس بير سبيل في الشارع بس وخلاص ومكتوب عليه يافطه، لا. انا كده بضمن المتابع ان هو فعلا في ثقته في المؤسسه اللي داخل عليها، مؤسسه نبض الحياه، ان هو فعلا وثق في الناس دي واعطاهم فلوس وقال لهم اعملوا البير سبيل، هو كده كده مش شايف حاجه، بس دمه ايه منهم ان ربنا اللي مراقب علينا في هذا الامر. زي ما الناس محتاجاكم انتم محتاجين للناس ان هم يوصلوا لكم الصدقه بتاعتكم ليوم القيامه عشان تكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. تكفير الذنوب ممكن يبقى بالاستغفار وممكن يبقى بالعمل. هكلمني لان انت قلت لي ان العصاة ربنا بيقبل منهم الصدقة. ده مش العصاة بس يا استاذ نشوى، ده يعني في يقول ابن القيم رضي الله عنه بيقول الصدقة لها تأثير عجيب ويقبلها الله من مين؟ من الفاجر او الظالم، بل من الكافر، يدفع الله بها عنه البلاء حتى لو كان عاصي. ربنا يدفع البلاء عن كل متصدق يا رب. وعايزين يا استاذه نشوى وبناشد الساده المشاهدين ان احنا عايزين نكمل هنا، كل شارع محتاجين عليه بير. تمام. كل شارع والله. انتوا عملتوا كام بير؟ عملنا 23 بير بفضل الله. فاضل كام؟ سبحانه وتعالى. لا لسه كتير، لسه كتير. احنا بنأمل في الله، في ربنا سبحانه وتعالى، وبنأمل في اصحاب الخير ان بعد الحلقه بتاعت حضرتك الجميله ديت باذن الله ان ربنا يرزقنا مثلا حوالي 10 ابار. يا رب. بفرح ناس. يا رب. ست هناك عظيمه والله بتقول لي اشمعنى عملته قدام الشارع ده وقدام الشارع بتاعنا؟ لا. اه والله. والنبي نجبر بخاطر الست الغلبانه دي. يا رب. اللي زعلانه ان ست كبيرة وجيرانها في شارع بعيد عندهم بير يشربوا منه مية وهي ما عندهاش،
نجبر بخاطرها، ربنا يجبر بخاطركم، نجبر بخاطرها والنبي ناخد كلنا نتكاتف في ثواب ونجمع من بعض. واربعين ألف جنيه أو خمسة وتلاتين ألف جنيه مش كتير والله ما كتير. ربنا يكرمكم إن شاء الله. بشكر حضرتك، ربنا يعزك وربنا يسيبك خير يا رب. وبشكر حضراتكم وإن شاء الله نتقابل بكرة الساعة 4 على قناة المحور وبنت البلد. سلام عليكم.